أولاً كل الشكر لحانات واي بي سي الذي رافقت أطفال بلدية بن داود إلى شاطئ ولاية بومرداس، كما نشكر كل من ساهم من بعيد أو من قريب على إنجاح هذا المخطط الأزرق على رأسهم رئيس البلدية مدير الشباب والرياضة وكل الأطقم الذي ساهمت في إنجاح المخطط الأزرق. بلدية بن داود هذه الرحلة الثانية لبلدية بن داود، نتمنى أننا قسنا كامل الشرائح في بلدية بن داود، رغم أننا ما توفقناش باش نقيسوا القرى، لكن 99% كل القرى شاركت في المخطط الأزرق، وخاصة مناطق الظل في بلدية بن داود بصفتها كلها مناطق ظل. الحمد لله أنه ربي وفقنا أننا نقيسوا كامل القرى تاع بلدية بن داود، ونفرحوا الوليدات ونفرحوا معاهم ان شاء الله، ونقدموا بالشكر للناس كامل اللي ساهمت معنا من بعيد او من قريب، وشكرا. اشكر كل من ساهم في هذه الرحله الى شواطئ بومرداس، لانها اعجبتنا هذه الرحله جدا، واتمنى ان تعاد لنا هذه الرحله ان شاء الله. بلدية بن داود على تنظيم هذه الرحله، وكانت الرحله جميله جدا. إن شاء الله عودتها.